معايا على الهاتف عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية. مساء الخير يا فندم. اهلا، مساء النور. يعني انا كنت بقول معايا، يمكن حضرتك سمعتني، يعني كان تابو وصنم ما ينفعش حد يجي جنبه، وبينما كان مستوى رغيف العيش في منتهى الرداءة في الفترة ديت، وكان يعتبر غالي جدا بلونه الاسود وبالمكونات غير النظيفة اللي موجودة فيه، وكنا بس ايه نطلع العنوان بتاع لا مساس بسعر رغيف العيش. هل بتشوف حضرتك انه نقدر نطور منظومة رغيف الخبز الموحدة اللي احنا عملناها بحيث انها تستوعب هامش ربح معقول برضو لأصحاب المخابز، ويكون سعر الرغيف معقول بالنسبة للمواطن بس مش بخمسة ساق؟ والله طبعا يعني الرئيس كان واضح قوي في يعني سرده للأحداث المحافظة. أيوة. هو بيتكلم النهاردة يعني زي ما بنقول كده برضو، يعني ما فيش حاجة يعني تظل كما هي في إطار إيه؟ إن إحنا في محتاجين حاجة، ومش الدولة محتاجة حاجة. يعني هو النهاردة بيتكلم عن الأطفال وترويج الأطفال والمدارس والأخ، وده بيتكلم في الدولة يعني في حدود 8 مليار أو 9 مليار. إيه. اتفاق عندك، وهو بيتمنى إنه يزود يعني. فهنا النهاردة بقول يعني طب ما يعني ما عايز يعني يكمل هذا المشوار يعني في هذه الفترة. احنا طبعا يعني بالنسبة لنا كأصحاب مخابز او كشعب عامة يعني بنرحب بالفكرة، ودي طبعا ده توجه للدولة، وطبعا المنظومة الحالية هي طبعا اكثر انضباطا بالنسبة للمواطن وبالنسبة لرجال الاعمال، ما عندناش مشاكل يعني. طيب استاذ عبد الله، هل بتشوف انه خمس ترغيفة للمواطن ده نصيب مناسب، ولا هو اعلى من احتياج المواطن المصري؟ لا يا دوبك عليه. ليه؟ لان الوزن الرغيف الحالي 90 جرام. هو كان 3 رغيفة لما كان 130 جرام. واخد بال سعادتك؟ اي انا بسمع حضرتك يعني يا دوبك شايف الخمس رغيفة دول مظبوطين. يعني رؤية يعني احنا بنتكلم فيها على اعتبار ان احنا يعني 90 جرام النهارده طول برضه فيه مواطنين، انت عارف ان رغيف العيش ده بيعتبر الماده المالئه للناس يعني. احنا عايزين نغير الثقافه دي بقى، عايزين نغير ان حته جبنه خياره طماطمايه دي اهم من الواحد يقعد على الوجبه يدب 3 4 رغيفه، ده حتى مش كويس عشان صحته. طب اخر حاجه بس عايز اسالك عليها، موضوع الاكل العيش اللي بيروح للفراخ واللي بيترمي جزء ده منه، خلاص بقى ده بقى حاجات اولد فاشن، ده انتهت من زمان. متأكد هذا الكلام يعني عطى عليه الزمن. طيب هل ما زال هناك ناس بتاخد نصيب من العيش تعمل بيه سندوتشات بدعم الدولة وتبيع وتكسب هي دون المواطن البسيط، ولا ده برضو أولد فاشن؟ لا طب شوف، ما بياخدش رغيف من المخبز من العيش المدعم إلا صاحب البطاقة التموينية. تمام، بشكرك جدا يا فندم. البطاقة التموينية هو ده اللي بيروح للمخبز ياخد الحصه بتاعته المقرره دي. بشكرك جدا استاذ عبد الله غراب رئيس الشعبه العامه للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجاريه، ونثق في حكمه القياده السياسيه ان هذا الموضوع هيكون موضوع مفيد ومش هيكون يعني في ضرر للمواطن البسيط.